الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كنشكر القناة شوف تيفي اللي دائما مواكبة معنا هذا الحدث المهم الذي يصادف تخليد الذكرى للمسيرة الخضراء. بالفعل فهذا اليوم كنعتبره يوم تاريخي بتشكيل واحد المكتب جهوي، وتم تكليفي وتزكيتي بتشكيل مكتب جهوي للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربيه. فشكرا لهذه الثقه اللي وضعها المكتب التنفيذي، وحنا غنجاهدوا وغادي نكملوا المسيره اللي نشرها المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه في اعلان عن انطلاق المسيره الخضراء. فالحكم الذاتي فهو جاء واحد باش يعطي واحد خارطه الطريق للصحراء المغربيه، لانه الصحراء ستبقى مغربيه، وسنناضل في هذا المكتب باش يكون دفاعنا على الثوابت والمقدسات تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. فشكرا لكل من ساهم معنا في هذا اللقاء من المكتب التنفيذي بالرباط، شكرا للفاعلين اللي حضروا معنا. فهذا المكتب غادي يشكل واحد القوه في داخل الجهه، باعتباره فيها مجموعه من السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، اللي غادي يكون واحد القوه ان شاء الله بحول الله في الدفاع عن الحكم الذاتي داخل الوطن وخارج الوطن. فشكرا لقناه شوف تيفي. السلام عليكم، عبد الرحيم المغرق، الرئيس الوطني للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه. اليوم نتواجد مراكش لتاسيس المكتب الجهوي لجهه مراكش اسفي للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي. محطه مهمه حكم تاريخها وارتباطها بالصحراء المغربيه. كنعرفوا بان مدينه بان اقليم مراكش وقلعه صراغنا والحامنا عندهم ارتباط قوي بجنوب المملكه. اليوم بعد التأسيس وانتخاب الأخ الأستاذ الباز عبد الصمد كرئيس للمكتب الجهوي، سوف نتوجه إلى إقليم إلى مدينة قلميم، وبعدها إلى جماعة المحبس من أجل تأسيس المكتب الجهوي لجهة قلميم واد نون، وبالضبط المحبس لأنه آخر نقطة قبل تندوف. ولهذا ستكون إشارة قوية لأعداء الوطن، وسوف نندد بقوة ما قاموا به أعداء الوطن بالسمارة. ولهذا نتمنى التوفيق للأستاذ الباز عبد الصمد في المهمة ديالو، وسوف نكون له سندا من أجل التكوين والتأطير والدفاع عن القضية الوطنية دائما. وحدتنا من طنجة إلى القويرة إن شاء الله.